আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা ভাই ও বোন দেশে কিংবা প্রবাসে যে যেখান থেকে দেখছেন, আন্তরিক মোবারকবাদ এবং ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি আজকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও। প্রিয় দর্শক, আজকে আপনাদেরকে নিয়ে আমি মশক করব সূরা কাহফের প্রথম এবং শেষ 10 আয়াত ইনশাআল্লাহ, শব্দে শব্দে, ভেঙে ভেঙে, বারবার উচ্চারণ করে করে। তো ধৈর্য সহকারে শেষ পর্যন্ত সাথে থাকলে আপনিও মুখস্থ করে নিতে পারবেন। প্রিয় দর্শক, আমরা সবাই জানি সূরা কাহফের প্রথম এবং শেষ 10 আয়াতের ফজিলতের কথা। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেই ব্যক্তি এগুলো মুখস্থ করবে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সেই ব্যক্তি রেহাই পাবে। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিত এই সূরা কাহফের প্রথম এবং শেষ 10 আয়াত মুখস্থ রাখা, যাতে করে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আমরা বাঁচতে পারি। তো চলুন আমি আপনাদেরকে নিয়ে মশক করে মুখস্থ করাবার চেষ্টা করব। প্রিয় দর্শক, প্রথমবার শুনবেন, এরপরে আমার সাথে সাথে জপবেন। তো প্রথমে সূরা কাহফের প্রথম 10 আয়াত, এরপরে শেষ 10 আয়াত। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا এবার আমার সাথে জপেন। الحمد لله الذي الحمد لله الذي تين আলিফ লম্বা হবে এই ডেউডো চিহ্ন থাকার কারণে। أنزل على عبده الكتاب أنزل ইখফা গুণ হয়েছে নুন সাকিনের পরে যা। أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا প্রিয় দর্শক, ইওয়াজা এই জায়গায় সক্ত হয়েছে, মানে ইওয়াজা মানে আওয়াজ না দিয়ে শ্বাস কিন্তু চলমান থাকবে, এরপরে কাইমান থেকে শুরু করবেন, ঠিক আছে? মানে এই ওয়াজা আমি কিন্তু শ্বাস বন্ধ করিনি, আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে, এরপরেই ওইটা পড়তে হবে শ্বাস না বন্ধ করে। ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه بأسا شديدا من لدنه من لدنه ويبشر المؤمنين الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أن لهم أجرا حسنا
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا গুনা হবে নুন সাকিনের পরে জাল ইখফা রকর হয়েছে قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ما لهم به من علم ولا ما لهم به من ما لهم به من علم ولا لآبائهم با ترى لبنبا هو بيه ঠিক আছে علم ولا لآبائهم كبرت كلمة قلنا هو بي اخفا هو يتشه تنبين الرقورة تا اخفا رقور تخرج من أفواههم تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا এবার পুরোটা মালহুম বিহি মিন ইলমি ওয়া লা লিআবাইহিম কাবুরাত কালিমাতান تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك فلعلك باخع نفسك باخع نفسك اكلب قلنا هو به
নুনের উপর তাসদীদ আলা আসারিহিম আলা আসারিহিম ইল্লাম ইউমিনু ইল্লাম ইউমিনু على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا بهذا الحديث أسفا এটা সা আর আসা এটা সিন একটু শক্ত আর এটা একবারে পাতলা সি সি بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما جعلنا ما على الأرض زينة لها على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وإنا لجاعلون وإنا لجاعلون ما عليها ما عليها صعيدا جرزا صعيدا جرزا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أصحاب الكهف والرقيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا كانوا من آياتنا عجبا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أوى الفتية إلى الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك نون ساكنر پر كاف اخفا گننا ہوئے چه آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا من أمرنا رشدا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا এবার সূরা কাফের শেষ 10 আয়াত মশক করব বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري في غطاء عن ذكري الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وكانوا لا يستطيعون سمعا وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا تنالي لهم بهبرو
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أفحسب الذين كفروا من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء এখানে স্টপিজ আছে একটা أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك الذين كفروا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا اتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا এখানে স্টপেজ আছে فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا তো প্রিয় দর্শক অবশ্যই আপনারা উপকৃত হয়েছেন আশা করছি তো এই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে তো আজকে পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু